الموجودين في الروم اسم اسم، وانا اسف ما كنتش باصص على التكست، سامحوني ضعف مني، لكن واضح ان في ناس بعتت لي ورده فبعتذر. ورده لكل استاذ حبيب عليا جدا بعت لي ورده على التكست، ورده لحضراتكم جميعا. اتكلمنا لغايه دلوقتي عن ايه؟ اتكلمنا على فكر ومعنى الهلال، معناه ليترالي حرفيا ايه، وحربه لولاد ربنا طول الزمان كان ايه، ويعني ايه الشيطان بالنسبه للهلال، وليه الشيطان اسمه من ضمن اسمائه الهلال والنجمه. بعد كده اتكلمنا على التاريخ، حربه ازاي دي كانت قويه حتى على مستوى التاريخ، ومرتبطه كانت بايه، مرتبطه بالغزوات، مرتبطه بالدعاره والزنا، مرتبطه بجمع الجزيه والسلب والنهب وذلال الناس، واهم حاجه دايما رفع رايه الهلال. كده اتكلمنا على الفكر الاسلامي والمقارنات او اسميها المفارقات، لكن في حد معين لما تبتدي تزيد المفارقات ما تبقاش صدفه. صعب يا جماعه تقولوا ان ده كل ده صدفه. يوم الجمعه صدفه، الشكل السوماني صدفه، الاسماء دي كلها صدفه، رمز الهلال صدفه، الايام البيض الليالي البيض صدفه، الاسم نفسه صدفه، اللغه العربيه توضح ان الهلال والله والله دول من اسماء الحيه القديمه صدفه. صعب قوي صدفه، صدف كترت معاكم جدا اخويا مسلمين. الكلام ده صدقوني مش بقوله علشان اضايقكم، ومش بهاجم بيه المسلمين يعلم ربنا، لكن انا عايز اوضح رمز الهلال واستمراريته. بعد ما انت شفت رمز الهلال واستمراره على مدار التاريخ ان هو رمز للشيطان وعبادة اله القمر، ازاي سامح ان هو يكون موجود على كل مأذنة في كل مكان انت بتدخل وتسجد لمفروض لالهك الحقيقي؟ ازاي؟ هقدم اخر حاجة وبسرعة وباختصار، مقارنة بس ما بين اصحاح 14 من سفر اشعياء النبي وبين سورة النجم، ونشوف سورة صدفة برضو من ضمن الصدف الاسلامية الغريبة. تقول لنا ايه اصحاح 14 من سفر اشعياء؟ اهبط الى الهاوية فخرك، رنت اعوادك، تحتك تفرش الرمة وغطاءك الدود. اللي عايز الملف حاضر، ادي الملف اهو PDF، وايضا انا مشغله اونلاين. كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم، وانت قلت في قلبك اصعد الى السماء، ارفع كرسي فوق كواكب الله، اجلس على جبل الاجتماع في اقصى الشمال. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الشيطان. نبوخذ نصر، لكن يقصد به الكلام ده الشيطان. اصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسفل الجب. الذين يرونك تطلعون إليك، يتأملون فيك، أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك، الذي جعل العالم كقفر وهدم مدره، الذي لم يطلق أسراه إلى بيوتهم، كل ملوك الأرض بيجمعهم الضجع بالكرامة، كل واحد في بيته، وأما أنت فقد طرحت من قبرك كغصن أشنع، كلباس القتلى المضروبين بالسيف الهابطين إلى حجارة الجب كجثة مدوسة. ترتيب الآيات، عارفين أن الكلام ده حرفيا على ملك بابل، ولكن روحيا على الشيطان ورمز ملك بابل لي. ونشوف سياق الكلام اللي بيتكلم من الشيطان لتكبر، وعايز كان خلاص يرفع كرسي، وكان قرب أن هو يرفع كرسي فوق كواكب السماء، عايز يبقى زيه زي العلي بالظبط، عايز ياخد التسبيحات لنفسه، لكنه سقط بعد ما كان خلاص هيوصل. ولما سقط هدم الممالك وهاجم الأرض وزلزل الأرض. نقف دقيقة مع بعض كده، ثواني مع بعض. هتخيل نفسي محامي الشيطان. الشيطان عمل الفعلة دي، الشيطان يقول لنفسه ايه؟ مش هيقول ما عملتش، ما هي واضحة عملها، لكن هو هيقول حاجة تانية. هيقول أنا كنت قربت أوصل، لكن حوصل في يوم من الأيام. يوصل إزاي لما يسيطر على البشرية كلها؟ يبقى وضع كرسي فوق كل أبناء العلي. أعتقد
أعتقد الشيطان لما يحب يقول الكلام ده، ممكن البعض يقول إن أنا بقول كلام خطأ، بس أنا من رأيي إن الشيطان لو حيرد على الكلام اللي مكتوب في الإنجيل حيقول مين قال إن أنا تنزلت عن فكري؟ الكلام ده لسه نصب عيوني، وحوصل له في يوم من الأيام بعد ما أغلب كل بني العلي وأضع كرسي فوقهم. نشوف سورة النجم بتقول إيه؟ متلخبطين في معناها واختلف المفسرون، ممكن أسمعها لكم بصوت الشيوخ المسلمين، لكن هسمعها لكم بصوتي، فلو حد متضايق لو بخطئ في الإعراب ولا بتاع أسمعها لكم بصوت الشيخ لو متضايقين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، بعد إيه فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفما تمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدر ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك قسمة دايزي. نشوف التفسير المفسرين، أنا مش هقول كلام من عندي غير في الآخر خالص. هاخد اتنين على سبيل المثال، الطبري وابن كثير، معظم المفسرين اتفقوا في الموضوع ده. يقول ايه؟ اختلف أهل التأويل في تأويل قوله والنجم إذا هوى، فقال بعضهم بالنجم الثرايا، وعن قوله إذ هوى إذ سقط، قال تأويل الكلام والثرايا إذ سقطت ذكر ذلك، قال عن ويكمل يقول هو سقوط الثرايا وهو نزول القرآن، والنجم إذا هوى هو القرآن إذا نزل. حاجة غريبة يقول على القرآن إذا هوى، لكن في رأيي أنا شايف هو مين هو نجم الصبح؟ الشيطان، لوسيفر. حدثنا بشر، قال يزيد، عن سنة، عن قتادة، عن قال عتبة ابن أبي لهب، كفرتم برب النجم، فقال رسول الله صلعم أما تخاف أن يأكلك كلب الله. تفسير ابن كثير يقول وهذا نزول القرآن، والقرآن إذا نزل. ما ضل صاحبكم وما غوى، تفسير الطبري يقول وما غوى ما صار غويا، لكنه شديد رشيد سديد، غوى يغوي من الغي وهو غاو. وما ضل صاحبكم هو جواب قسم، فهو والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى جواب قسم والنجم، فهو بيقسم بالنجم، ما أعتقدش بيقسم بالقرآن. وما ينطق عن الهوى إلا إن هو وحي يوحى، ويقال تبارك وتعالى هذا الكلام عن جبريل، يوحي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى. واتفق تقريبا معظم المفسرين طبري وغيره وغيره أن شديد القوى هو مين؟ جبريل. حدثنا ابن حميد، ثنا، وقتادة، وبشر، وكل الناس دول كلهم يأكدوا أن مين هو شديد القوى؟ هو جبريل. ذو مرة فاستوى، ويقولوا لنا ذو مرة فاستوى جبريل عليه السلام، تفسير الطبري، حدثنا ابن حميد، ثنا، حاكم، عن ابن جعفر، عن الربيع، جبريل عليه السلام، تفسير ابن كثير، ذو منظر حسن، وقال قتادة ذو خلق طويل حسن، ولا منافاة بين القولين، فإن عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمرو أن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذو مرة فاستوى، فاستوى يعني جبريل عليه السلام. كل كلام الحسن ومجاهد وقتادة والربيع وابن أنس، كل الناس دول قالوا الكلام ده. ماشيين لغاية دلوقتي على إيه؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. مين الهوى؟ مش احنا قلنا والنجم إذا هوى والنجم بينطق وبيخبر وهو شديد القوة ويعلم محمد ويوحي إليه ذو مرة فاستوى،
وهو بالأفق الأعلى. فاستواء وهو جبريل، والكلام ده في الطبري، وهو من ذكر اسم جبريل، فاستوى يرتفع واعتدل، كان بيرتفع، بيرتفع قلبه المتكبر. حدثنا ابن حميد سنة عن 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 ذو مرة فاستوى جبريل عليه السلام. قال أهل التأويل وأهل الذكر، قال حدثنا بشر عن قتادة وهو بالأفق الأعلى، والأفق الأعلى يأتي منها النهار، وهو جبريل عليه السلام. ابن كثير يقول نفس الكلام. ثم دنا فتدلى، يقول الطبري دنا جبريل، بس دنا من محمد، لما نزل دنا فتدلى، اقترب من محمد. يكمل ويقول هو جبريل عليه السلام، فكان قاب قوسين أو أدنى. الطبري يقول إيه؟ محمد كان